مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي 29 درجة مئوية، أما الرطوبة منخفضة حوالي 15% والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة السرعة. استعرض وإياكم الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأها شمالا، سكاكا تفرق لبعض الغيوم 34 22، عرعر 32 22، تبوك 32 إلى 19. المنطقة الغربية المدينة المنورة طقس حار 44 ل 30، مدينة جدة رياح نشطة وارتفاع في أمواج البحر مع 34 إلى 25، مكة المكرمة أتربة مثارة 39 إلى 28، أما الطائف طقس صافي 35 إلى 25. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الباحة 32 إلى 24، أبها 33 إلى 19، وجازان 34 إلى 30 مع تفرق لبعض الغيوم. المنطقة الشرقية أتربة مثارة في كل من الدمام وحفر الباطن، تسجل الدمام 41 إلى 29، حفر الباطن 39 إلى 27، أما الإحساء أيضا أتربة مثارة مع هبوب لرياح البوارح مع تسجيل 45 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس صافي 43 إلى 28، بريدة 39 إلى 25، وحائل تفرق لبعض الغيوم 34 إلى 21. إلى اللقاء.